بعد كده عملنا البطولة وجه الصدام الجديد بقى الأخير بين صامويل إيتو وبين الفيفا. عايز أقول بهذه المناسبة إنه كلام كتير قوي اتقال في السوشيال ميديا المصرية عن صامويل إيتو وهو كلام غير حقيقي، وصامويل إيتو لم يقل هذا الكلام مطلقا، سواء بشأن إنه إنفانتينو هيقعد في الصف اللي ورا وإنه إنفانتينو مش عارف هيعمل إيه، وإنه يعني الكلام ده ما كانش دقيق أو حقيقي. أهم حوار اتعمل مع صامويل إيتو كان يوم الأربعاء اللي فات، حوار كان طويل جدا. أهم حاجة قالها صامويل إيتو، وكلام محترم جدا يعني، قال إنه هو كلاعب كرة مش كرئيس اتحاد الكاميرون الجديد، شايف إنه في المواهب الكروية في أفريقيا أكتر بكتير من المواهب اللي في أوروبا. ليه أوروبا هي اللي بتكسب؟ مش بس عشان أوروبا أغنى، لكن عشان أوروبا أكثر تنظيم. ولو جه في يوم وأفريقيا تم تنظيمها كرويا بالشكل اللائق، أوروبا لن تستطيع منافسة أفريقيا. وإنه حلم إن الفوز دولة أفريقية أو منتخب أفريقي بالمونديال هو حلم لم يعد مستحيل. وقال في الحوار إنه مشوار أفريقيا يمكن بدأ بروجيه ميلا لغاية محمد صلاح، ده كلام صامويل إيتو، مرورا بنجوم كثيرين جدا. النهاردة بقى النجوم دي ليها تقل، وما بقيناش نتفرج على لاعب أفريقي بيلعب في أوروبا كما لو إنه البلياتشو اللي بنتفرج عليه وبنضحك. النهاردة أبناء أفريقيا بقوا مهمين جدا، بدليل الحرب اللي خاضتها أندية أوروبا عشان تأجل هذه البطولة. لو كانوا اللاعبين دول غير مؤثرين أو غير مهمين ما كانش الأمر هيعني أندية أوروبا. وضرب المثال بليفربول اللي هيستغنى عن محمد صلاح وهيستغنى عن ساديو ماني، وإزاي هيعيش المنافسة بدون نجوم أفريقيا. صحيح. أنت أنا شايف صامويل إيتو رئيس الكاف قريب، قريب دي مش السنة الجاية يعني، بس قريب يعني، آجلا عاجلا صامويل إيتو لاي على رئاسة الكاف. اسمه كبير مع ذكائه في تصريحاته، مع أكيد خبراته الثقافية اللي خدها من دول أوروبية كبيرة خليته كمان متطور جدا. أنا مش فاكر صامويل إيتو اعتزل إمتى، بس أنت تقدر تعرف؟ لا اعرف لك حالا دلوقتي، هقول لك او من سنين يعني. طبعا من سنين يعني، مش امبارح يعني، او السنه اللي فاتت او سنتين او ثلاثه. لا لا لا، صامويل إيتو لما اصر على انه البطوله امم افريقيا تتلعب في الكاميرون في مكانها المحدد ووقتها المحدد، طلعت صحافه اوروبا من 3 4 ايام وقالت ان صامويل إيتو عليه مليون يورو ضرائب لما كان لعيب كوره. يعني في مفارقات تبقى غريبه جدا يعني، يعني صامويل إيتو اعتزل من سنين وفجاه اكتشفوا ان هو عليه ضرائب لاسبانيا لما كان بيلعب كوره. فصامويل إيتو انا معاك في انه ممكن يبقى رئيس الكاف، لكني اطمح انه يكون رئيس الفيفا كمان. لانه ليه ما يبقاش افريقي هو رئيس الفيفا؟ صح. افريقيا اكثر عددا، افريقيا هي، انا بقول افريقيا هي المستقبل. وزي ما قال إيتو انه لو يعني لو اتنظمت الكره الافريقيه صح واتعملت مسابقاتها بشكل صحيح هتفرز نجوم كثيرين جدا يعني. لانه افريقيا زي امريكا اللاتينيه. اسمح لي بس اخرج بره السياق واقول لك كره القدم تبقى لعبه الفقراء والمهمشين. عمرها ما كانت لعبة الأغنياء. عمرها ما كانت لعبة اللعبة الناعمة. كرة القدم سر قوتها وسر حلاوتها إنها لعبة من تكاد الدنيا تظلمهم فبيلعبوا عشان ياخدوا حقهم. فده ينطبق على أمريكا اللاتينية وينطبق على أفريقيا. صحيح. فأفريقيا زي أمريكا اللاتينية بس لو أتيحت لها الفرصة. بالتأكيد.